المسار الطبيعي للفريق وحصد البطولات. كمان جريدة الشروق قالت ان استقر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي بقيادة مارتين لاسارتي على ملامح القائمة الافريقية للفريق، واللي هيستكملها في الساعات اللي جاية قبل خوض المواجهة الاولى في دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا، والمقرر ليها يوم السبت اللي جاي قصاد فريق فيتا كلاب الكونغولي على استاد برج العرب في اسكندرية. قالت الشروق ان في معلومات بتؤكد على استقرار الجهاز الفني على قيد الرباعي الجديد حسين الشحات، رمضان صبحي، ومحمود وحيد، وياسر ابراهيم، بجانب النيجيري جونيور أجاي، وده بعد التأكد من شفائه بنسبة 100% وجاهزيته للمشاركة في المباريات. كمان خلاص تخلص في الفترة اللي فاتت دي من أثار إصابته بقطع في الرباط الداخلي للركبة، الإصابة اللي تعرض ليها في الموسم اللي فات. ده كان أهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الجرائد.